السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من ساعة محبة. الحديث اليوم هو عن المحبة أيضا، هذه الكلمة التي هي بمثابة سحر أحيانا أو سر، من عرفه استطاع أن يصنع الحياة بطريقة أجمل وبطريقة أروع، سواء داخل الأسرة أو خارج الأسرة. اليوم أعزائي حديثنا عن لغات الحب بين الزوجين طبعا، لأن الحب، وسنتحدث عن هذا الموضوع لأنه هذا هو الحب في إطاره الصحيح، هذه هي البذرة التي تكون في موضعها الصحيح. وضيفتنا لهذا اليوم الأستاذة خلود الغفري، المدربة والمختصة في العلاقات الزوجية والحديث عن لغات الحب. أهلا وسهلا أستاذة خلود. أهلا فيك. حياكم الله. الله يعطيك العافية. يعني أنت جاي من السفر. ويعني وتعب السفر وأجواء السفر، ومع ذلك يعني أصريتي أنه تكوني معنا اليوم. الله يبارك فيك. الله يستر يعطيك العافية، وتكون الكلام طيب يصل إلى القلوب فتسمعها إن شاء الله. يعني أستاذ خلود، بداية الحديث عن لغات الحب بين الزوجين يمكن بتطلب منا أنه نحكي عن كلمة الحب، لأنه هالكلمة هاي صارت سطحية أحيانا أو فهمت بطريقة سطحية، يمكن صارت أكثر كلمة بتنحكى، والواقع أنه هي أعمق كلمة لازم تنحكى. فإحنا قبل ما نحكي عن لغات الحب بين الزوجين، كيف ممكن نفهم فهمك أنت كمدربة وكخبيرة، كيف نفهم يعني كلمة الحب إيش معناتها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بالنسبة للحب بين الزوجين أو الحب بشكل عام، هو ليس طبعا الحب اللي موجود في المسلسلات ولا حتى في الروايات أو القصص. الحب هو بصدق حسب مفهومي أنا، هو اللي بيخرج أفضل ما في الشخص. يعني إذا الشخص بيحبني يحاول أن يخرج أفضل ما فيني، وأنه يبرز نقاط قوتي ويغطي على نقاط ضعفي، أو يحاول أنه يتقبلها، يتقبلني كما أنا، يدعمني في حياتي ويجعلني أحيا الحياة معاه بشكل طيب. نقطة جميلة ذكرتوها، أنه إحنا نحيا هذه الحياة، لأنه سيدنا إبراهيم عليه السلام قال ومحياي ومماتي لرب العالمين. إحنا ما بدنا نعيش الحياة، إحنا بدنا نحيا الحياة، والحياة الطيبة بأنه نحاول قدر جهدنا نعطي بحب ونأخذ بحب. كلما أعطينا بحب كلما استطعنا الحصول على الحب. طيب أستاذ خلود، يعني الحب بنقدر إحنا ننميه؟ يعني بنقدر إحنا كمان نتدخل فيه جوا ويكون في عنا هالمهارة هالقدرة إنه إحنا نكبر هذه العلاقة ننميها، ولا الحب بيجي مثل ما هو بضل طول حياة الإنسان ما بتغير شيء غير إرادي، ولا هو إرادي؟ يعني والله هما ثلاث شغلات محتاجين إلى رعاية: النبات تسقيه بالمية، الأطفال ترعاهم وتربيهم، والزواج. الزواج محتاج إلى رعاية، الحب اللي فيه محتاج رعاية، يحتاج إلى بذل الجهد. ما نتوقع، أنا جتني واحدة تسألني، كل الناس حواليا بتقول إنه تفكريش الحب والرومانسية هذه بتضلها بعد الزواج، كل شيء بيروح وبتصير الحياة روتينية وعادية. أنا ما بدي هيك، بدي أضلني أعيش طول العمر برومانسية مع زوجي. فهل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ الكلام صحيح وغير صحيح. الصحيح بأنه إنك محتاجة تبذل جهد، الحب محتاج إلى رعاية ومحتاج إلى كفاح وجهد، مش من طرف واحد إنما من كلا الطرفين. وأكثر المشاكل تبرز إنه الحب يبذل الجهد له من طرف واحد وليس من الطرفين، فهي المشكلة يعني اللي احنا بنعيشها حاليا. جميل. يعني سؤالي الحقيقة التالي، إنه يعني الدورات وإيجاد يعني نوع من ورشات العمل أو المحاضرات أو شتى هاي الوسائل، يعني هل هي مجدية؟ وأنت يعني ما شاء الله جاي على الأردن حتى تقومي أيضا بدورات مجانية، وهذا شيء يعني يشكر، إنه كيف يعني كمجتمع مدني هلأ عرب استطعنا إنه إحنا يعني فعلا نقدم نماذج بهذا الشكل، وأنا يعني معجب الحقيقة بهالفكرة هذه. فممكن تحكي لنا عن الدورات أو كيف طبيعة الدورات اللي بتقومي فيها بهالموضوع؟
والله أنا من 2006 وأنا مكتوب في الإنترنت وبلشت بدورة ألف باء الزواج، وكانت عبارة عن مقالات تنزل والناس ترد ردود. بعدين صارت شوية في تفاعل، بعدين آخر شيء في عام 2015 بلشت الدورات التفاعلية، إنه كما أبذل جهد من طرفي يجب المتدربة تبذل جهد من طرفها، وهيك الحياة عموما، إن إحنا من الطرفين يجب أن يبذل جهد. صحيح الدورة ممكن تكون مجانية والوحدة تدخل ما تدفعش ولا شيء، لكن أنا ليش أتعب وفي الآخر الطرف المقابل فقط يستمع أو يخزن الدورة عنده في الكمبيوتر وبعدها كما يرجع لها؟ لا، هي مجبرة إنها تتفاعل، مجبرة إنها تحل تمارين وتبعتها، مجبرة إنها تعمل ورشات عمل، مجبرة إنها تعمل مشروع تخرج في الآخر. فهذه الدورات بالنهاية النتائج مذهلة، كل المتخرجات ما شاء الله يعني تأثير طويل المدى، الأفكار تظل معهم حتى بعد انتهاء الدورة، الحديث عن الدورة وعن الفعاليات اللي فيها كل هذا يستمر بعد الدورة. والحمد لله هذا فضل الله سبحانه وتعالى، إنه دائما أحب أخرج عن المألوف وأصل إلى قلب المرأة بأساليب مختلفة. جميل، وخاصة يبدو أنه المرأة تستطيع أن تصل إلى قلب المرأة أحياناً أكثر من الرجل يعني. ممكن. بالتالي ممكن تأثر فيها زي بسموه تعليم الأقران، وأنه كيف الإنسان بتأثر بمثيله. وبالتالي يعني كونه أنه مدربة وتتجه نحو المرأة يبدو أنه الثقة بتكون أكثر يعني. والله أصعب شيء أنك تعطي دورة أونلاين. ليش؟ لأنه ما فيش تواصل مباشر، تعابير الوجه والكلام وكذا كله كتابي. لكن سبحان الله النساء أثبتوا بجدارة أنه سواء كتابي مش كتابي بيقدروا ينتجوا، بيقدروا يبدعوا. ففي مجال كمان يبدأ في الحياة الزوجية. يعني الشغلة فعلا أبسط مما نتصور، وأتوقع إن شاء الله الدورات المباشرة اللي راح أعطيها هون في الأردن فرصة كتير رائعة. راح أقدم إن شاء الله دورة حب إكس لارج وإمرأة في آي بي ووصلت الخطوبة، كلها دورات تمس أهم قضايا المرأة اللي هي العلاقة الزوجية وعلاقتها مع ذاتها أيضا. جميل. طب يعني مدام بدينا نحكي عن العلاقة الزوجية، بتعتقدي انه يعني المرأة هي مركز العلاقة الزوجية، او انه من حيث العاطفة انه هي المفروض تكون يعني ام العاطفة، مصدر العاطفة، انه هي اللي تحرك عاطفة زوجها اكثر؟ نعم، هذا الكلام صحيح يعني وفق تجربتك وخبراتك والله العملية تبادلية. شوف دكتور، صدقا يعني المرأة ممكن يكون عطاها لا محدود، ممكن تعطي عاطفة بلا نهاية، لكن تحتاج تقدير. إذا ما حصلت التقدير هذا، كلمة شكر، كلمة محبة، قضاء وقت مع الزوج، إنه تقدير من هذا الجهد بتعطي أيضا مضاعف. لكن إذا ما كان في تقدير سواء من الأبناء، من الزوج، من أهل الزوج، من هذا، من المجتمع نفسه، تذبل تدريجيا ويصير عندك اكتئاب وتحبط، وبعدين تجد أنه لا معنى لحياتها. يعني المرأة مش كائن مثالي أيضاً. طبعاً إنه هو بحب كمان يشوف أثر لهالزرع ولهالجهد اللي بيعمله حتى كمان يكمل. بالضبط، المرأة حواء. حواء بمعنى أنها تحتوي الرجل، والرجل قوام بمعنى أنه يقوم بشؤون المرأة، ومن قيامه بشؤون المرأة أنه يقدر جهدها، يعطيها كلمة طيبة، يشوف احتياجاتها، يرعاها، وهي بالمقابل تعطي احتياجاته من العاطفة وبذل الجهد والرعاية إلى آخره. يعني هاي القناعة اللي أحياناً إحنا بنشوفها في بعض المجتمعات. نعم. إنه الرجل بقول لك المشكلة إنه زوجتي ما عندها رومانسية، زوجتي ما عندها يعني نوع من لغات الحب أو لغات التعبير عن العاطفة. تعتقدي إنه يعني طب كيف المرأة تتعامل مع هذا الرجل؟ يعني كيف هذه الزوجة الناضجة ممكن إنه يعني تحل هالمشكلة، إنه زوجها مفكر إنه هي سبب هالجفاف العاطفي أو هالمشكلة اللي بيناتهم؟ هي محتاجة تفهم لغة زوجها. يعني أنا أستغرب من نساء عايشة 10 سنين و15 سنة مش فاهمة لغة زوجها حتى الآن. لغة الحب تبعت زوجها، يعني هي خلينا نقول عبارة أنا دائما بستخدمها في الدورة، الزوج كتالوج. مفروض من أول أسبوع أول شهر خلاص تكوني قريتيه وفهمتي كله.
عرفتي وعرفتي كيف تجيب الخلاط، نقرا الكتالوج، نلتزم التعليمات ونشغل الخلاط. نفس الشيء الزوج كتالوج شغلات معينه بيحبها. طب المراه كم كتالوج مش في حالها؟ يمكن 10 كتالوجات. المراه مجلد بتعرف، المراه طالعه نازله هرمونات وشغلات زيك. عشان هيك بقول القوامه للرجل، لانه هو الذي باستطاعته ان يستوعب المراه اكثر. انا بدي احكي لك نقطه يعني على هالموضوع. نعم. اسمحي لي يعني قول انه واحد طلع له العفريت هذا تبع الجني تبع المصباح. تمام. فقال له شو بدك؟ قال له بدي تبني لي جسر من هون لامريكا. قال له هاي صعب كثير. اوف. قال له احطيني شغله اسهل. قال له بدي اياك تساعدني افهم زوجتي. لا خلص. قال له امتى بدك اياني نبني الجسر؟ بالضبط. وبالتالي كانه بناء الجسر لامريكا اسهل من انه يفهم. طبعا هاي نكته بس انا بتصور بكون وراها شيء، يعني انه فعلا في كثير من الرجال او بعض الرجال بيحكوا انه فهم زوجاتهم شيء صعب. ليش طيب يا هل ترى؟ يمكن الزوجه مش كانت فهم نفسها. يمكن هي المشكله في الزوجه ايضا، انها هي مش قادره توصل رسالتها للزوج بشكل صحيح. بتلف وبتدور. مثلا الزوج طبيعته انه بيعطيها فلوس، قاعده في بيت ما شاء الله فيلا، عندها سياره، عندها كذا، لكن هي بدها تسمع منه كلام حلو. انت ما بتحبني، انت ما بتحبني، ضلت تعيد وتزيد. طب وانا اللي عملت لك اياه، وديتك وسفرتك جبت لك عملت لك كذا، انت لا ما بتحبني. طب انت واضحه، هي المفروض تدرب زوجها تدريجيا انه لما تحط الاكل يلا قول لي يعطيك العافيه، قول لي اكلك زاكي هيك، يعني انها تشجعه على لغه الحب الخاصه فيها. هذا التشجيع او خلينا نقول انه التدرج مع الزوج في فهم لغة الزوجة بيخلي العلاقة متبادلة بين الزوجين ويخلي يفهمها أكثر يعني. طب هاي اللغة اللي بنحكي عنها، يعني إنه كل إنسان يمكن في أشياء بتأثر فيه أكثر من إنسان. نعم. يعني في ناس يمكن الكلمة بتأثر فيه أكثر ممكن من السمعي البصري حسي وهيك. يعني هاي اكتشافها من قبل الزوجين. نعم. يعني شيء سهل ولا بده كمان مهارات كيف انه نكتشف الشيء اللي عند الاخر؟ الذكاء العاطفي. احنا للاسف في مجتمعاتنا نفتقد الى الذكاء العاطفي. الذكاء العاطفي بكل بساطه اني انا افهم مشاعري واقدر اني افهم مشاعري، وايضا افهم مشاعر الاخرين واستخدم الكلمات المناسبه اللي تؤثر على مشاعرهم. هذا ببساطه الذكاء العاطفي. كيف هذا الذكاء العاطفي كيف ننميه؟ يعني هذا بده قرايه وبده كتابه بده والله دورات. يعني انا بحكي عنه في مثلا امراه في اي بي، كيف المراه تستخدم الذكاء العاطفي حتى انها تكون شخصيه مؤثره على الناس اللي حوالينها. الذكاء العاطفي بكل بساطه اول حاجه افهم انا مشاعري، انا حاليا حزينه، غضبانه، متغاظه. الفهم المشاعر هذا للاسف بسبب التربيه المشاعر دائما مكبوته، ما حدش بيقدر يعبر عن مشاعره بطريقه صحيحه، او ما بنخلي اولادنا يعبروا عن مشاعرهم. جميل. يعني انت نبدا من الذات. فهم الذات. فهم الذات اولا، طريقه التعبير عن العواطف. دكتور كل شيء من الذات. كل شيء في كل الدورات هو أهم نقطة. اهم نقطه لما تيجي واحده تستشيرني وتقول لي زوجي وزوجي وزوجي، طب انا مالي ومال زوجك ولا حماتك ولا اختك ولا انا الي فيك انت وبس. اذا انا ما قدرت اقنعك انك تغيري نفسك وتبداي من ذاتك، من دائره التاثير الخاصه فيك انت، ساعتها ولا شيء حيتغير. البدايه منا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لذلك البدايه من احنا ذاتا، وبعد ذلك الكون كله حيتغير. كيف يتغير؟ بطريقتين، اما اني انا لما تتغير عاداتي الطرف الاخر يعجب ويصير هو يبدا عنده اهتمام وتتغير عاداته ايضا، او اني انا اغير طريقه تفكيري فاطنش او ما اخذ بالاعتبار او اصير ايجابيه اكثر. او هذا كله بيؤدي انه المواقف اللي كانت تؤذيني سابقا لا تعد تؤذيني بل تقويني. وهذا شيء يعني يحتاج لجهد، يعني ممكن نعم. نسميه جهاد الحب يعني. يا يعني الله. انه كمصطلح جديد مش عارف مستخدم ولا مستخدم. نعم. احنا بنستخدم كلمه جهاد مع اشياء كثير ربما احيانا ليست جميله، لكن لما نستخدم انه الحب كمان بده جهاد وبده تعب عشان نوصل بهالعلاقه الراقيه بين الزوج وزوجته داخل هالاسره اللي هي يعني المحطه الاساسيه لهالمحبه اللي احنا نريد ان ننشرها. يعني يمكن الحديث سيستمر أستاذي خلود، وأعزائي المشاهدين يعني حديثنا حول الأسرة وهذه اللغات، لغات الحب بين الزوجين في الأسرة، ومع ضيفتنا الأستاذ خلود الغفري. نواصل حديثنا ولكن بعد هذا الفاصل.
أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد والحديث عن لغات الحب بين الزوجين. وضيفتنا لهذه الحلقة الأستاذة خلود الغفري. يعني أستاذة خلود، الرجل والمرأة والأسرة والزواج بلا حب كيف يمكن أن يكون؟ هل سيستمر؟ صعب، لكن خلينا نقول ما في حب، لكن في عوامل أخرى. خلينا نقول جعل بينكم مودة ورحمة، ومن آياته أن خلق من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والتراحم بين الزوجين والسكينة، والسكينة مبنية على كل المواقف التي كانت بينهم. يعني شغلة المودة والرحمة هذه تنبني خلال الزواج. الحب بداية الزواج، أو خلينا نقول في فترة الخطوبة، هذا ما اسمه حب، هذا وقوع في الحب، هرمونات ومشاعر وانجذاب وكيمياء إلى آخره. بعد الزواج هنا يظهر معدن الحب الحقيقي، الحب الحقيقي اللي كان بين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والسيدة خديجة، لدرجة أنه بعد وفاة السيدة خديجة يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يستمر بعد وفاتها. وهذه على فكرة إحدى لغات الحب، لغات الحب أني أنا أعبر عن حبي لشريك حياتي حتى بعد مماته، بإكرام أصدقائه، بإكرام الضيوف تبعونه، بإكرام أهله، بإكرام كل شيء كان له خاطر عندي قبل الوفاة. فهذه إحدى لغات الحب. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علمنا كثير من اللغات الواحد يستخدمها، المهم أن الواحد يفهم الطرف الآخر. فلذلك مسألة الحب، يعني نضلنا نقول حب حب حب، شغلة مستهلكة، إنما هي المواقف التي تبني المودة والرحمة بين الطرفين. إنه أنا أغضب، أنت تهدي شوية، أنت تغضب، أنا أهدي شوية، والحياة بتمشي. الحياة بتمشي. خلود، أنت قلتي قبل شوي الخطوبة. نعم. يعني كيف يمكن تكون الخطوبة هي أفضل مدخل وأحسن صيغة، ونجعلها أحسن صيغة من أجل أن ندخل لهذا البيت، لهذه الأسرة بطريقة صحيحة؟ كيف يعني نجعل من الخطوبة هي هذا المدخل الجميل من أجل هذه الأسرة المتحابة، هذين الزوجين المتحابين؟ نعم، يعني أنا في بوصلة الخطوبة بدأت الدورة سألتهم سؤال، ايش هي صفات الشخص اللي انت بدك اياه؟ بدي اياه يصلي في المسجد، بدي اياه بار بوالديه، بدي اياه كريم، بدي اياه عنده فلوس، بدي اياه بدي اياه بدي اياه. بعد ما طبعا الليسته هذه، اجى السؤال الثاني، طب هل انت فيك الصفات هذه؟ انت جبتي لي سوبرمان، يعني في كل الصفات الكامله، هل انت كامله بالشكل الذي يليق بالشخص الكامل هذا؟ انت برضه فيك عيوب، انت برضه فيك نواقص. فاول حاجه ان احنا نفكر بعقل ومنطق، ما نطلب شغلات تعجيزيه، ويكون عندنا اولويات. ايضا انه نكون عارفين ايش بدنا. هلا بنت عمرها 18 سنه مش زي واحده عمرها 25 او 30. المراه في مراحل حياتها بتعرف ايش بدها اكثر كل ما تتقدم في العمر، لكن اذا كانت عندها المهارات الكافيه في انها تعطي قرار ناضج، وهذا اللي انا بعلمه في الدوره، وتكون عندها المهارات الكافيه انها تعرف ايش بدها من حياتها، هي في اي اتجاه ماشيه، بحيث انه يكون هذا الزواج داعم لها. سألت، عملت استفتاء مثلا، هل تعتقدين أن الزواج يعيق طموحاتك أم لا؟ أكثر من 50% أجابوا نعم يعيق طموحاتي. طب شو السبب؟ يعني من وين جابوا هالصورة النمطية؟ من وين أخذوها؟ يعني هاي البنت لما تجاوب بهالإجابة هاي، يعني شو مرجعيتها؟ هل أنه والله محيطها الأسري؟ هل الإعلام؟ تتخيلي إيش السبب؟ كثير كثير أسباب، كثير أسباب. أنه في خلينا نقول مقارنات، المقارنات مبنية على صورة ظاهرة وليس الحقيقة. يعني دائما لما نعمل مقارنة احنا بنشوف خاتم الألماس، لكن ما بنعرفش ايش الدموع واللي كانت وراء الخاتم هذا. احنا بنشوف النهايات السعيدة، لكن ما بنشوف المعاناة والتعب اللي كان حتى نصل إلى هذه النهاية السعيدة. دائما عقد المقارنات هذه أحد الأسباب. التربية والبيئة أيضا، المجتمع، هذا كله يعني أسباب داعمة إنه الوحدة تظن إنه حتى القصص، قصص الفشل حوالينا، بتسمع قصص الفشل أكثر من قصص النجاح، فهذا أيضا عامل كبير في إنه الوحدة تتخوف أو حتى تعتقد إنه الزواج هذا ما بيساعد على إنها تحقق اللي بدها. طيب أستاذ خلود، القناعة والحب، يعني هل القناعة تهذب الحب، ولا القناعة يعني تعطي سبب للحياة؟ شو العلاقة بين القناعة والحب؟
أن نقتنع بمن نحب وبما لديه وليس بما ليس لديه، يعني أنه بنصير نفكر بأشياء مش موجودة عنده، ليش ما أنا أقبل فيه مثل ما هو؟ يعني كثير من الناس تصور هاي النقطة صعبة عندهم، كيف تعمل معها؟ والله أكثر سؤال لما تيجي تقول للناس تغيروا اعملوا كذا، لا أنا بدي أكون قنوعة، أنا بدي القناعة كنز لا يفنى، بالمعنى السلبي صارت القناعة. القناعة لا بأس بها فيما نملك، خلاص هي زوجي، هذا ابني، هذا بيتي، هذا كذا، فيما نملك. أيوة. لكن القناعة مشكلة في المجالات اللي فيها مجال للتحسين. أيوة. اللي هي شخصيتي أنا. نعم. في مجال أحسن شخصيتي، إذا يجب ألا أقتنع بها. تصبح عجز. آه بالضبط. تصبح القناعة هنا وكأنها سلبية. سلبية واستسلام. جميل. واستسلام. بتصير القناعة عبارة عن شماعة أعلق فيها كل الأعذار تبعتي بإني ما أتغير وما أحسن من نفسي وأطور علاقتي مع زوجي وأتكلم معه لغة الحب اللي هو محتاجة وأوصل الفهم اللازم حتى يفهم لغة الحب اللي أنا محتاجها أنا. جميل. يعني في عندنا مصطلح برضو من المصطلحات اللي احنا حابين يعني نتوقف عندها. نعم. ونشوف انه هذا المصطلح اللي هو الرومانسية. يعني هل الرومانسية هي نفسها يعني الذكاء العاطفي، ولا هي نفسها القدرة على التعبير عن المشاعر، ولا هي ايش معناتها؟ يعني شو بتشوف؟ هي احدى اللغات، احدى اللغات. في ناس بتحكي صيني، في ناس بتحكي هيروغليفي، في ناس بتحكي امريكاني، يعني هي لغة من لغات الحب. في ناس رومانسية ما تنتعش وما تتورد وما تزدهر إلا بالكلام الحلو الطيب، وفي ناس بالفلوس المادة، وفي ناس سبحان الله إنه تساعدهم تقدمهم خدمات. هذه على فكرة لغات مختلفة موجودة في كتاب لغات الحب الخمس، يعني أنا أوصي بقراءته، الكتاب جدا ممتع جدا رائع، يساعد في فهم بعض الجوانب. لكن الرومانسية لغة، ولكن للأسف صارت مبتذلة جدا بسبب المسلسلات وبسبب الروايات. أنا يعني نفسي أقرأ رواية إن شاء الله يعني بتكون منطقية وعقلانية، إلا ما تصور العلاقة بين الاثنين بشكل مبالغ فيه وبشكل يعني. شوف مثلا موقف الرسول عليه الصلاة والسلام لما إجا للسيدة عائشة، قال أنا بعرف يعني بما معناه، يعني أنا بعرف أنت متى بتكوني زعلانة ومتى بتكوني راضية. قالت له كيف؟ قالها لما تكوني زعلانة مني بتقولي لا ورب إبراهيم، لما تكوني راضية لا ورب محمد. قالت له شوف هي فهمت كيف هو فهمها، وردت عليه برضو بأسلوب فيه ذكاء عاطفي. قالت له لساني بس اللي بيترك اسمك لكن قلبي ما بيتركه. فشوف الحوار الكناري اللي بينهم، هو بقول لها أنا فاهمك وهي بتقول له برضو أنا كمان فاهمك. بالتالي أستاذ خلود يعني إنه الزوج والزوجة هم كأنهم كمان عندهم قدرة إنه يرتقوا بلغات بعض. نعم. يعني مش القضية إنه أنت ما تعلمتيش في بيت أهلك لغات الرومانسية. أوه. والحب، وأنتم متربين بظروف صعبة، وأنا أوه. يعني شو ذنبي طيب أنا يكون في أسرتي مثلا بهذا الشكل. إذا الزوج قادر أن يرتقي نعم. بهذه اللغات، اللغات المحبة أو لغات العاطفة. نعم. ويرتقي، والعكس صحيح طبعا. طبعا واحدة استشارتني وقالت إنه أنا أنا متعلمة وتقدمت في حياتي وزوجي لسه ما حلك سر. زوجي طبعا كل السلبيات حطتها في زوجها وحس أنه إنسان ضعيف وبدها تخلص منه بهذا المعنى يعني. فقلت لها القوة ليست في أن نركل الأشخاص اللي جنبينا أو اللي معانا جانبا، القوة أنه إحنا نشدهم معانا، أنه إحنا نساعدهم، خصوصا إذا كانوا أشخاص يعني مهمين بالنسبة لنا زي أولادنا زي أزواجنا زي أهلينا. هذه من أرقى لغات الحب، إن إحنا نرتقي معا حتى نصل إلى أرذل العمر. خلينا نقول لأنه أرذل العمر نحتاج فيه إلى بعضنا أكثر من أي وقت مضى. صحيح. بالضبط. فكل اللي بيننا طوبة طوبة أو لغة لغة خلال مراحل الحياة المختلفة أو مراحل الزواج المختلفة نقطف ثماره في تلك الفترة، نصير نستند على بعض أو كازين على بعض. هذه فعلا من أجمل مراحل الحياة يعني. وبالتالي هذه اللغة، لغة الحب بمعناه. نعم. العميق هي لغة تنفع الإنسان في النهاية. بالضبط. وهي بالضبط. تجعل من هي حياته هي الحياة ومحياي وماتي لله. جميل. رب العالمين. نعم. يعني أستاذ خلود واصل حديثنا معكم وأعزائي المشاهدين الحديث حول لغات الحب في الحياة الزوجية، حديث نحتاجه كل يوم سواء كنا متزوجين عمرنا 10 سنوات أو 20 سنة. أتصور بحاجة أن نحدث هذه الإنعاشة، هذه الروح الجديدة، لأن النمط فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، ليس فقط في محبة الله والإيمان ولكن حتى داخل الأسرة
قد تجف العواطف وقد تتحول إلى نوع من النمط في الحياة. نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل حديثنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين، والحديث حول لغات الحب بين الزوجين. يعني أستاذة خلود، الكلمة، يعني الإيمان عبارة عن كلمة والكفر كلمة أيضا. هذه الكلمة يمكن أن تفعل الأفاعيل، ممكن تعمل أشياء كثير كبيرة في النفس البشرية. يعني كيف يمكن أن نحول هذه الكلمة إلى وسيلة مؤثرة، إلى لغة يمكن أن تنهض بها العلاقة، يمكن أنها يعني تثمر وتصبح فعلا يعني محبة، وتصبح الأسرة والزوجين يعني بهذا الحب وبهذا الرقي. في كتاب أعتقد اسمه كلمات عادية أو كلمات صغيرة وآثار كبيرة، المؤلف أجنبي يعني لا أذكر، ولكن هو كان يحكي عن الكلمة، إيش معنى الكلمة. لما أقول لك إيش يعني كلمة، كلمة إيش هي الكلمة؟ الكلمة عبارة عن صورة. لما أنا أحكي لك مثلا كتاب فتتخيل ورقة وكذا. الكلمة ممكن ترفع الشخص على حسب الصورة الموجودة في ذاكرته، ممكن تنزله، ممكن تضخ بطاقة إيجابية هائلة، ممكن تسخط. خلينا نقول فالكلمة فعلا إلها يعني مفعول السحر، إن البيان لسحرة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما إجا لابن عمر، عبد الله بن عمر، نعم العبد عبد الله بن عمر لو أنه يقوم من الليل قليلا، فهو أول بلش نعم العبد يعني خلاه إيش نفخ فيه، وبعدين في تشجيع في تشجيع، يعني أنت بس لو تقوم من الليل شوية، يعني في أسلوب الكلمة هي نفسها، لكن الأسلوب طريقة تقديم الكلمة هو اللي ممكن يرفع الشخص وممكن ينزله. الأسلوب، وهذا الأسلوب طبعا من الذكاء العاطفي. طب أستاذ خلود، يعني مرات الكلمة تطلع كأنها متكلفة، يعني الكلمة بدها تكون صادقة، بدها تعبر عن العواطف الحقيقية. نعم. يعني كيف إنه إحنا فعلا عندما نقول هذه الكلمة منقولها وإحنا صادقين، ومنقولها كمان بطريقة تنم عن عواطفنا. يعني مرات نبرة الصوت، أنا لما أقول لك شكرا غير لما أقول لك شكرا. يعني التعبير، نبرة الإحساس بالكلمة، أتصور هذه كمان ضرورية، لأنه في كثير ناس مش راح يحسوا في الكلمة إذا ما حكيناهاش بعمق. في عندنا مثل هو عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، القاعدة الذهبية. القاعدة الذهبية أنا بقول عامل الناس كما تحب أن تعامل نفسك. يعني أنت كيف بدك تعامل نفسك، كيف بدك تسمع الكلمة، كيف بدك تسمع كلمة شكرا، أعطيها للناس بالضبط. إذا أنت بتحب ذاتك وبتحترم حالك وبتقدر قيمة نفسك، لذلك أنا كما حكيت لكم دكتور عامر، البداية من النفس، كل ما كان في تقدير لذاتنا وحب لذاتنا، حب إكس لارج يعني، كان في تقدير للطرف الآخر. إذا كان ما فيش تقدير أصلاً، إذا الواحد أصلاً من داخله مهشم ومحطم من البيئة، من التربية، من الظروف المحيطة، مستحيل يطلع الكلمة يعني كأنك من تحكي أستاذ خلود أن الحب يعكس قصة نجاح داخلي، يعني كأنه الإنسان الذي مرآة. يحب غيره. نعم. الحب هو مرآة. إنسان فعلا. بالضبط، يعني يفيض من قلبه، من عطائه، وبالتالي هو عطاء كان. يعني الحب هو أفضل صيغة للعطاء. يعني الحب مرآة، وأيضا المثل هذا اللي بيقول فاقد الشيء لا يعطيه. يعني اللي فقد الحب ما بيقدر يعطي الحب، لا هذا غير صحيح. اللي فقد الحب هو ممكن يكون أكثر واحد يعطي الحب، لأنه عاش المعاناة هذه. فهو أكثر واحد فاهم إيش يعني إنك تفتقد الحب. ممكن أب فقد الرعاية من ولد فقد الرعاية من أبوه، أمه اتطلقت وعاش الحرمان بين الأب وبين الأم، فكبر تزوج إنه يحافظ على بيته ويضل يرعى أولاده ويعطيهم الكلام الطيب، حتى لأنه عاش التجربة المريرة هذه. فالحب يعني إذا كان في تجربة قاسية ممكن يؤدي إلى أنه المشاعر تكون صادقة فعلا. يعني ذكرتيني في قضية الفقد والوجد. الوجد أحد أسماء الحب يعني، وحتى الوجدان كمان. الوجد والوجدان والعرب يعني لغوية رائعة. العرب تفننوا كثيرا الحقيقة بهذه الاشتقاقات ومعاني الحب. معاني الحب يعني توسعوا بطريقة كبيرة جدا، ويمكن هذا من سحر البيان عند العرب.
إنه العرب يعني كانوا أصحاب بيان، وبالتالي القرآن كمان. وهون أنا حاب كمان نتوقف، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. يعني هذه الآية أنا صراحة يعني من الآيات القرآنية اللي بتشعرني العلاقة ما بين الرسالة والدين وبين الحب، إنه كأنه الله عز وجل بيقولنا أنا لا أريد منكم شيء بس حبوا بعض، كأنه بهذه اللغة البسيطة هذه الآية القرآنية. بسم الله الودود. أحب يعني أن أسمع تعليقك إن كيف الإيمان والأسماء الحسنى والله جميل يحب الجمال والودود والشكور واللطيف يمكن إنه يحدث في نفس الزوج أو الزوجة أو المحب أن يحدث هذه الثورة فيصبح الحب هو ثمرة الإيمان. أنت شكلك حاضر الدورة تبعتي ولا إيش بالضبط؟ يبدو. والله دورة إمرأة في آي بي كنت دائما أبلشها إنه حتى تكوني إمرأة مؤثرة لازم يكون عندك رسالة وأهداف، رسالة وأهداف. وقرأت كثير في الرسالة والأهداف ومن الكتب وهذا، وكنت أردد كلام بس ما أحس بمعناه. الرسالة والأهداف وأكتب رسالة وحط الأهداف والفترة الزمنية وإلى آخره. بعدين في إمرأة في آي بي وجدت إنه فعلا الرسالة لازم تكون مستمدة من أسماء الله الحسنى. إنه لأنه إحنا وظيفتنا إعمار الأرض، الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإنه إحنا نعمر الأرض حتى إذا كان في إيدنا فسيلة نغرسها حتى لو قامت يوم القيامة. فهي المسألة إنه الله سبحانه وتعالى خلقنا وله أسماء حسنى نتمثل بها ونمثل اسم الله على الأرض. فاسم الله الودود من أجمل الأسماء، الله سبحانه وتعالى يتودد إلينا بالنعم ونحن علينا أن نتودد إليه بإيش؟ بالطاعات، وايضا نعمل على انه نحبب خلق الله في الله. هذا افضل عمل ممكن الواحد يعمله على وجه الارض، انه دائما نحبب الناس بالله سبحانه وتعالى. فهذا تحقيق فعلا لاسم الله الودود. هذه من احدى الرسائل اللي الواحد ممكن يستنبطها كامراه كاريزميه او امراه مؤثره، انه الحب يعني فقط مش كلام مسلسلات ولا كلام قصص روايات والتفكير بالهرمونات والكيمياء والشغلات هذه كلها. الحب فعلا ممكن يكون رساله، ممكن يكون اهداف طويله قصيره المدى وطويله المدى، لانه فعلا نخلي الناس يحبوا رب العالمين. يعني في هون سؤال الحقيقه هو يعني هو ايماني وبنفس الوقت بيرتبط بمشكله زوجيه. نعم. يعني الله عز وجل لولا انه احب الانسان ما خلقه. بالضبط. وبالتالي لما قال يحبهم ويحبونه. نعم. فقدم حبه على حبهم. نعم. وبالتالي الله هو الذي بدأ الحب. الآن من الذي يجب أن يبدأ بالحب أكثر؟ أليس هو الأعظم؟ يعني هون السؤال الحقيقة إنه في العلاقة الزوجية، في العلاقة الزوجية كيف نستثمر هذه الآية القرآنية يحبهم ويحبونه، والله عز وجل قدم حبه لنا على حبنا له، وبالتالي كأنه يقول لنا الذي يبدأ بالحب من الزوجين ويعطي أكثر في الحب كأنه هو الذي قد فهم هذه الرسالة التي في هذه الآية القرآنية. يعني ما شاء الله أريد على تعبيرك يعني. الله يسلمك. أنا أريد أن أسمع تعليقك أيضا على هذه الآية، ولكن يعني تفضل. نعم. في أكثر سؤال بيجيني في الدورات من النساء بالذات بيكونوا متغاظين كتير، طب إحنا إيش اللي جبرنا نتعلم كل التقنيات هذه عشان الزوج؟ طب هو يتحرك شوية يتلحلح يعمل حاجة، ليش إحنا مجبرين؟ وجوابي دائما يتكرر، المعرفة إذا كانت معك قوة، وإذا كنت أنت صاحبة الخطوة الأولى اعلمي إنه القوة في يدك، أنت بيدك تغيير كل شيء. إذا كنتي أنت صاحبة الخطوة الأولى وتكوني أنت في مربع الفعل، يعني هذا مصطلح اللي هو مربع، إحنا أغلب حياتنا ردة فعل ردة فعل، في مربع ردة الفعل. كلما خرجنا من دائرة الراحة وطلعنا على مربع الفعل ساعتها إحنا ممكن نغير كل القواعد، إحنا اللي زي ما تقولوا نحط قواعد اللعبة. لكن إذا ظلينا سلبيين نستنى الطرف الآخر يلا يلا يتحرك، ويمكن ما يتحركش وعد أبو الهول يعني، ساعتها مش هيتغير شيء، حنضلنا نلوم ونصيح يعني إلى أن تنتهي العلاقة يعني. عجيب. وبالتالي يعني أنا مش بالضرورة أني أنتظر الخطوة الأخرى، يعني إذا أنا يعني خطوة إلى الأمام مقابل خطوة أخرى من الطرف الآخر ولا أبقى مستمر؟ يعني هل مطلوب من الزوجة أن تبقى الخطوة الثانية والثالثة حتى إن لم تلمس من زوجها هذه المحبة المقابلة؟ معناته هي عملت خطوة غلط.
الخطوة الصحيحة بتعمل ردة فعل. نعم. هذا المفروض. إذا ما عملت ردة فعل معناته أنا أراجع نفسي. أهم شيء في الخطوة هذه إنها تكون بطريقة اربح اربح وين وين، هذه قاعدة معروفة. نعم. يعني مشكلتنا إنه أكبر أسلوبنا أكثر شيء إنه إحنا أنا أربح وأنت تخسر، أو بيهمنيش أنت أصلا إيش حتربح، المهم إني أنا أحقق اللي بدي إياه. لكن إذا فكرنا بطريقة أنا أربح وأنت تربح، أنا أحقق مصلحتي بنفس الوقت تحقق أنت مصلحتك من هذا الشيء، ساعتها في حيكون ردة فعل من الرجل. يعني هو مش صنم ولا جماد، حيتحرك، سيشعر في يوم من الأيام بالطبع. المهم إنها تخطو الخطوة الصحيحة. إذا ما وجدت تجاوب معناته هي محتاجة اتخاذ إلى خطوة بديلة، بلان بي، بلان سي، بلان دي إلى زد. يعني أستاذ خلود الغفري، نواصل حديثنا، وأنا أيضا يعني علمت يعني انك قد يعني كتبتي هذا. نعم. هذه اليوميات. هذا أجندة، وحتى اسم يعني شوي يعني غريب الحقيقه، اكس لارج، يعني حب إكس يوميات لارج. حب اكس لارج، اكس لارج يعني هذه اقصى حد من الحدود. هي قصه كفاح. نعم. تجارب حياتيه شخصيه بلشتها يعني منذ سنوات، و2015 يعني كانت تتويج ل 12 محطة. كتبت عن تجارب الشخصية وكيف أن الواحد ممكن يبدأ بحب ذاته من جديد. جميل. في موقع أنا لما يدخلوا من وين أبدأ، مقالاتك كثيرة، فدائما بقولهم يبدأوا من حب إكس لارج، حب الذات من جديد. نواصل حديثنا. نعم. ولكن أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها الأعزاء والحديث عن لغات الحب بين الزوجين. أستاذ خلود، يعني ذكرنا موضوع الخطوبة، وأنه في أسئلة عادة يمكن تسألوها أنتم بالدورات بتتعلق بمثلا الهوايات اللي ممكن الزوجين يمارسوها. إيش الأسئلة اللي ممكن أنه تبني هالعلاقة بطريقة صح؟ إيش الأسئلة اللي ممكن تساعد سواء الخطيب أو الخطيبة يعني إنهم يفهموا بعض أكثر، إنه يشعروا هم وين ماشيين في الحقيقة؟ والله في بساطة الخطوبة يعني في أكثر من 50 سؤال، يعني هو يعني عشرات الأسئلة، بس يعني بحاول الأهم من الأسئلة 50 سؤال. بس هيك مكثراهم بتخوف الشغلة هي صارت. هي طبعاً مش هتاخد 50 سؤال، هي مش مسألة جلسة تحقيق، إنما خطوات، هي تعرف أهدافها، على هذا الأساس تطرح أسئلة. السؤال الصحيح في الوقت المناسب. يعني من احد الاسئله انه احنا دائما الوحده بتسال لي انت ايش هواياتك، ايش الشغلات اللي بتهتم فيها، لكن السؤال الذكي هنا انه تعرف ايش هواياته وبعدين تساله ايش الهوايه اللي انت بتحب نشترك فيها معا بعد الزواج، نمارسها مع بعض. هذه احدى لغات الحب بين الزوجين. ايضا سؤال احد الاسئله انه ايش هي عاداتك بعد العوده من العمل، يعني انت بعد ما ترجع من الشغل ايش بتسوي حاليا؟ اسئله عمليه هاي حقيقه. حاليا انت ايش بتسوي؟ انا والله برجع البيت باكل طبيخ الوالده مثلا، ومثلا بنام، وبعدين بروح اسهر مع الاصحاب. السؤال الذكي هنا انك تساليه طب ايش الشغله اللي انت ناوي تغيرها من عاداتك بعد ما نتزوج؟ جميل. يعني هون حتى لو في هي لاحظت اثناء كلامه انه في شيء بتحبوش، وبالتالي بدها تجيبه بطريقة بالضبط. جميل. الذكاء العاطفي. نعم. يعني. نعم. فهنا ساعتها إذا قال لها لا والله مش هغير شيء، أنا هيك كويس مرتاح، معناته أنت لا، لازم في تغيير بعد الزواج، لأنه هلقيتها في شخص حيجي يشاركك حياتك. نعم. فلازم يكون في مراعاة لهذا الشخص، وأنك تعطيه جانب من اهتمامك وتغير جزء من العادات هذه. هذا السؤال الذكي بيخلي الوحدة تفهم إذا هذا الشريك هيهتم بيها وحيتغير عشانها أم لا. لأنه أكبر مشكلة بتقول لي هو بيدخن وبوعدني أنه حيسيب التدخين، ما تعتمدي على وعوده، ممكن يترك ممكن لا. أنا ما بقول لك أنه الوعد هذا يعني حينبذه، ولكن اعتمدي أنه لا يوجد شخص يتغير إلا من ذاته. جميل. اعتمدي أنه هو ممكن ما يتغير، فاقبليه كما هو. الأسئلة الذكية هذه هي اللي بتخليك تعرفي نوع الشخص اللي أنت ممكن تعيشي معه وتعاشري لاحقا، وإذا حياتك معه مستقبلا هل هي مقبولة بلغات الحب المتوفرة حاليا أم لا. يعني أنت ذكرتيني فعلا بمقولة بتقول أنه الأسئلة الصحيحة هي أكثر أهمية من الإجابات. نعم. الصحيحة بالضبط. وبالتالي لما نعرف الأسئلة اللي لازم نسألها بالضبط، أتصور بنكون إحنا بدينا نتجه نحو الجواب الصحيح. بالضبط.
طيب يعني لو حكينا يعني أستاذة حول موضوع اللباس، يعني أنا بذكر الشيخ البوطي الله يرحمه، الشيخ البوطي عنده عبارة في أحد كتبه بقول عن زوجته، قال كانت تقبل في لباس وتدبر في لباس، يعني كانت يعني حركتها وألوان ثيابها يعني وكأنه كل مرة بشوفها بشكل جديد. هذا النوع يعني ممكن تعتبريه كمان من اللغات ومن الإبداعات ومن ذكاء المرأة العاطفي. هي فهمت لغته، الرجل بصري جدا، بحب الألوان، يمكن تنوع الكتابات أو كلامه أو كذا، فهمت الشغلة هذه فتروح باللباس وترجع باللباس. في رجل لو تضلك بنفس اللباس مش مشكلة عندي، بس المهم تحكي لي كلام حلو. في رجل انه والله ترعي الاولاد وتهتم فيهم وتربيهم وتطلع منهم شغلات حلوه، هذا اكثر شيء. والله في رجال الطبخ، النفس الحلو في الطبخ مثلا، كل رجل له مفتاح وله كتالوج. خلينا نقول المفتاح الاساسي ايش هو للرجل؟ المفتاح الاساسي انك تعرف لغته بس، يعني وممكن تكون من رجل لرجل تختلف. طبعا تختلف، زي الكمبيوتر يعني، اذا انت ما عرفتش الباسورد ما راح تدخل ولا تعمل اي شيء. نعم. اعرف الباسورد بتشتغل في الكمبيوتر. صحيح. كله يعني موضوع الترتيب والنظافة. كمان أليست لوحة فنية؟ نعم. يعني تقدمها الزوجة في البيت من أجل أنه عندما ينظر الزوج إلى هذه اللوحة الفنية اللي هي في قلبها تكون الزوجة، أليس هذا أيضا عامل من عوامل الحب والسعادة الزوجية؟ هي اللغة من لغات الحب، وللأسف تم تهميشها. يعني أنا والله بدي أتزوج عشان أكنس له أطبخ له، انا والله بدي اتزوج بس عشان اربي له عياله، انا والله بدي اتزوج فيه. يعني صار رفض لهي الامور اللي هي من اساسيات الحياه الزوجيه، باعتبار انها هي استعباد مفروضة للمرأة عليها، وهي ابدا مش مفروضه. هي عباره عن يعني فضل من المراه، ولكن هي لغه من لغات الحب. يعني اذا الزوج بيحب الشغله هذه، هي تقدمها كلغه تخاطب فيها حتى تحصل على اللغه المناسبه لإلها. يعني هي لما تقدم له ما يحب سيقدم لها ما تحب عن طريق التخاطب بهذا الاسلوب. يعني العادات والتقاليد بتشوفي استاذه خلود انه ممكن يعني تكون عائق احيانا يعني امام هالعلاقه اللي بنحكي فيها واللغات اللي بنحكي فيها؟ هل ممكن هاي النظره السائده في مجتمعنا انه انت كرجل لازم تعمل هيك، انت كامراه مش لازم تعمل هيك، في نوع من القناعات، كيف ممكن نجوزها؟ كيف ممكن تتعامل معها؟ هي طبعا في الخطوبه برضه الواحد لازم يسال إن هذا الرجل كيف تفكيره، ما نظرته للمرأة وما نظرته للرجل بشكل عام، وما نظرته للزواج وما نظرته للزوج في البيت والزوجة في البيت. يعني هذه الشغلات الواحدة لازم تفهمها حتى تجد إذا لها قبول عندها أو لا. أيضا بنفس الوقت المرأة يعني إذا كل شيء بده يمشي على العادات والتقاليد، وإذا كانت العادات والتقاليد هذه بالية وجدنا عليها آباءنا، يعني ليش بتعبد الأصنام؟ لأنه وجدنا عليها آباءنا، فبلكي العادات هذه أصلاً مش 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 مناسبة لإلنا، بلكي هذه العادات فعلاً بتربي فينا شغلات انهزامية، بتخلي البيوت فعلاً تعيسة، بلكي إنه إحنا لو عملنا شغلات أفضل نشعر بالحب أكثر، إنه الزوج يصير أكثر رحمة على مرأته على زوجته عفواً، وما يتسلط عليها باسم القوامة خلينا نقول، إنما بالسعة والاستيعاب، زي سيدنا عمر كان يستوعب زوجته وهي يعني كانت تصرخ. نعم. وسيدة عائشة هاي القصة تكب. نعم. تكب الإناء والرسول صلى الله عليه وسلم غضبت الإناء غارت أمكم. يعني هذا استيعاب للمرأة الزوجة، لأنه بتعرف المرأة متقلبة، هرمونات طالعة نازلة يعني خلال الشهر. فلذلك هم يجب أن يتفهموا هذه الأمور، فالكسر العادات أو كسر الأمور اللي ممكن بتأثر بشكل سلبي على حياتنا الزوجية يحتاج إلى جهد. نرجع لبداية الحلقة، نحتاج إلى جهد ويحتاج إلى إرواء، ويحتاج إلى أنه الواحد يبذل الخطوة الأولى والثانية والثالثة، ويروح يمين ويروح شمال، وبلان A وبلان B، ونخرج من دائرة الراحة، لأنه خارج دائرة الراحة تحصل الأعاجيب. جميل أستاذ خلود، يعني فعلا نسأل الله عز وجل أن يكون يعني في هذه الأفكار اللي أنا أعتقد أيضا هي أفكار جميلة وأفكار تبعث على المحبة، ونحن نقول دائما اللهم صلي على معلم الناس الخير عليه الصلاة والسلام، فأيضا على من يعلمهم الحب أيضا. نعم. فيجب أن ندعو الله عز وجل له بالخير. يعني أعزائي المشاهدين، الحب ليس فقط مجرد عاطفة انفعالية، الحب هو بناء ثقة، الحب هو قوة،
الحب هو صبر وتحمل أمام مشاق الحياة. الحياة ليست فقط أيضا مشاعر جميلة وأحداث جميلة تحدث لنا. الأسرة التي فيها هذه المحبة هي أسرة ستصبر أمام يعني نوائب الدهر، أمام هذه المشكلات التي قد تقع في أي لحظة، المصائب التي تقع أي لحظة. وأيضا عندما ننجح في بناء هذه العلاقة سنجعل حياة المجتمع أفضل. إلى أن نلقاكم أعزائي المشاهدين، أستودعكم الله.